اهلا بكم الى زوايا الحدث. افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز جباري فرع البنك المركزي بمشاركه مسؤولي السلطه المحليه في المحافظه، وقال جباري ان افتتاح البنك ياتي في اطار عمليه تفعيل مؤسسات الدوله في المحافظه، واشار الى ان الحكومه الشرعيه قامت بافتتاح البنك المركزي من اجل ضبط عمليه الايرادات في المحافظه، مما يسهل انتظام صرف المرتبات للموظفين كل شهر. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل بات حضور الدوله واقعا في تعز، وكيف سينعكس ذلك على وضع السكان، وما هي الضمانات لاستمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل حالة الانقسام الأمني والسياسي في المحافظة؟ مزاج إيجابي يطغى في تعز بالتزامن مع تحركات الحكومة الشرعية التي أثمرت عن إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ومن ضمنها البنك المركزي الذي سيكون له أثر كبير في تطبيع الحياة في المحافظة المحاصرة كما يرى مراقبون. لكن في المقابل ما زالت المخاوف تعتري الكثيرين من زوال سحابة الصيف هذه، خصوصا وأن المحافظة ترزح تحت حالة الانقسام الأمني والسياسي الذي قد يطفح في أي لحظة، وعندها لن تكون العواقب محمودة. فما مدى قدرة الشرعية في التغلب على هذا الوضع والخروج من دائرة الخطر المحدقة؟ ذلك ما سنحاول تسليط الضوء عليه، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي. خطوات حثيثة تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الحياة في مدينة تعز تتمثل ببدء افتتاح المكاتب الخدمية في المحافظة. افتتاح فرع البنك المركزي في تعز جاء كحصيلة أولية لهذه المهمة الرسمية في ظل ما تشهده المحافظة من حالة حرب من قبل الميليشيا، لكنه تحدي يجب أن تمضي به حتى النهاية. بالأمس تلقيت توجيهات من فخامة الأخ الرئيس بفتح البنك وارتباطه مع المركز الرئيسي بعدا. وجود البنك المركزي في محافظة تعز هام جدا ورمزية، إن كل المؤسسات الدولة تشتغل الآن من هذه المدينة الصامدة. تأتي هذه الخطوة في استعادة مؤسسات الدولة التي افتقدت عملها في الأيام السابقة، وتأتي هذه الخطوة كأهم خطوة في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والمتمثلة على رأسها افتتاح فرع البنك المركزي. خطوة ينفذها الوفد الحكومي بعد أن كان وعد بها خلال الأيام القليلة السابقة، وقد يسهم هذا بحسب البعض في تحسين الإيرادات وضبطها بصورة سليمة من أجل إعادة الروح للدولة، وهو أيضا ما سينعكس على حياة الناس. اليوم البنك المركزي وتعز ستعيش مرحلة جديدة في تحصيل الإيرادات، وما وسينعكس ذلك إيجابيا عليها من حيث الانتعاش المالي والاقتصادي وحركة البنوك، وإن شاء الله تكون بعد ذلك استلام الرواتب بصورة طبيعية وشهرية. البنك المركزي عندما يفتح الآن في هذه اليوم سيضيف نقلة نوعية في تحصيل الموارد المالية، وفي نفس الوقت في تنظيم هذه الموارد وفقا للقوانين واللوائح النافذة. إضافة إلى هذا، فإن فتح البنك يعد شيء أساسي في المحافظة في طريق تفعيل كل مكاتب السلطة المحلية ومكاتب السلطة المركزية. مكتب التربية والتعليم ومدرستان عمر السام والنهضة منشآت حكومية هي الأخرى تم إخلاؤها من قبل بعض كتائب قوات الجيش الوطني وتسليمها من أجل العمل فيها، فيما يجري الترتيب لتسليم بقية المنشآت لتفعيلها. نحن بصدد استلام جميع المؤسسات التربوية والتعليمية. تم في الأسبوع الماضي استلام مدرسة النهضة ومدرسة نعمر السام والمكتب الرئيسي لمكتب المحافظة، مكتب التربية بالمحافظة، ونحن أيضا في طريقنا لاستلام بقية هذه المؤسسات التربوية. يرى مراقبون أن توافد الزيارات من قبل أعضاء الحكومة إلى المدينة المحاصرة علامة إيجابية، وإن جاءت متأخرة لكنها تحسب للسلطة الشرعية. خطوات جادة يبذلها الوفد الحكومي في تفعيل مؤسسات الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل السكان، فيما يبقى استكمال تحرير المحافظة وهو الملف الشائك الأهم الآن. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. أبدأ النقاش مع ضيفي من تعز مدير فرع البنك المركزي في المحافظة الأستاذ معاذ البركاني. أهلا بك أستاذ معاذ. أهلا وسهلا أستاذي. أستاذ معاذ، أهمية افتتاح البنك المركزي اليوم في مدينة تعز، هذه الخطوة وصفت ربما هي الأهم في طريق
تفعيل المؤسسات التنفيذية داخل المحافظة؟ نعم أستاذي، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تعز بافتتاح البنك المركزي، يتكون دشنة انتهاء المعاناة التي كان يعاني منها أبناء تعز في عدم تحصيل الإيرادات وعدم توريدها إلى محاصلها أو حساباتها الصحيحة للحكومة. اليوم تنتهي هذه المشكلة، واليوم الغد بإذن الله عز وجل سيتم توريد كافة الإيرادات وتحصيلها إلى حساباتها الصحيحة والسليمة في البنك المركزي، وتوريد بعد ذلك الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي عدن حساب الحكومة العام، والإيرادات المحلية إلى في السلطة المحلية كل إلى حسابه، ومن ثم يضبط عملية الصرف بما يتفق مع القانون المالي واليمني. طيب الآن عندما تتحدث كمسؤول تنفيذي بهذا التصريح وتقول انتهت مشكلة تحصيل الإيرادات، يعني مستقبلا لن يمكن أن نشهد مشاكل أخرى، هل كل الجهات وكل الأطراف الآن ملتزمين بتسليم الإيرادات لكم في البنك المركزي؟ لأنه حتى اللحظة ما زال الجهة الوحيدة ربما هي مصلحة الهجرة والجوازات في المدينة وسلمتكم 418,000 ريال. نبدأ من الأخير في قضية الهجرة والجوازات. نعم أتوا اليوم، ولكن لم يتم التوريد نظرا لأن هناك يعني سنبدأ بعملية التوريد من يوم غد. اليوم كان فقط الافتتاح والتجهيز. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في قضية الالتزام من الجانب الحكومية، قبل أسبوع تقريبا التقينا، اجتمع بنا الأستاذ عبد العزيز قباري نائب رئيس الوزراء بمكاتب السلطة التنفيذية بالمحافظة، تكلم وأسهب وبشكل عام على قضية الإيرادات وكيف أنها ستنتهي هذه المشكلة، وأن الكل التزم بتوريد المبالغ المستحقة عليه إلى البنك المركزي من اليوم وصاعدا. لن يكون هناك حساب لأي جهة أو لأي شخص في أي بنك تجاري، الكل سيلتزم بالتوريد إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي فرع تعز. طيب أشارك معنا في النقاش أيضا من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد العزيز المجيدي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ عبد العزيز. بالنسبة لك ما هي أهمية ما حدث اليوم داخل مدينة تعز وإعادة العمل بالبنك المركزي في المحافظة؟ صورة الاستشهاد التلقائي للمواطنين أثناء عملية افتتاح البنك مع فرع البنك المركزي في تعز كانت واضحة وتختزل الكثير عن التوقع التعزي لحضور الدولة وإعادة وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، من سواء كانت مؤسسات مدنية أو أمنية أو عسكرية، وبالتالي كان الناس ينتظرون خطوة من هذا القبيل منذ فترات طويلة. وللإنصاف أيضا فإن افتتاح البنك المركزي في تعز لم يكن وليد اللحظة وليس الأسبوع الذي مضى، ولا هو أيضا وليد تحركات نائب رئيس الوزراء، كان هناك تحركات لمحافظ المحافظة فقط من باب الإنصاف. الرجل تحرك بشكل جيد في هذا المسار وعاد التواصل مع الحكومة بشأن كثير من الموارد الخاصة بإعادة إحياء كثير من المكاتب التنفيذية في المحافظة منها البنك المركزي، وتم تعيين مدير عام للبنك لفرع البنك، ومن خلاله تم التواصل أيضا مع الجهات المعنية بشأن الترتيبات الفنية بشأن الشبكة والربط الشبكي مع فرع مع البنك المركزي في عدن وكثير من هذه الأمور. لكن كان هناك أيضا بعض المماحكات التي غالبا ما تحدث في تعز، ربما أجلت أو أعاقت إعادة افتتاح البنك المركزي، ومنها أيضا بدرجة رئيسية تعدد الجهات والأشخاص الذين يقومون بعمليات تحصيل الإيرادات، وهذا بدوره عرقل إلى حد كبير إعادة افتتاح البنك المركزي. ومع مجيء نائب رئيس الحكومة بالتأكيد استطاع أن يحلحل هذا الملف وأن يمارس دور الحكومة الذي ينتظره أبناء تعز بشكل كامل منذ فترة طويلة، بأن تقوم بمهامها بالضغط على كل ما يفترض أنها أجهزة هي تابعة للحكومة، وبالتالي هي يفترض أن تنفذ أو تدعم لهذه القرارات. وبالتالي كان حضوره بالتأكيد مؤثر وأسهم بدرجة رئيسية بإعادة افتتاح البنك المركزي، لإعادة افتتاح البنك المركزي بما يحمله من رمزية مختلفة، فهو أولاً
مؤسسات سيادية للبلد ويشكل بشكل أو بآخر رابطا يجمع اليمنيين وإلى حد كبير يعبر عن جزء من هوية البلد. بجانب آخر أيضا هو مرفق مهم في تعز يؤشر إلى أن هناك إمكانية لإعادة ضبط الأمور وتحديد اختصاصات الجهات المعنية بشأن موضوع تحصيل إيرادات تعز ومعظم النشاط الذي يجري في تعز، وبالتالي الناس ينتظرون تحريك هذه النقطة، سيؤدي بالضرورة أيضا إلى إحياء أمل الناس بتسليم مرتباتهم، التمكن من تمويل وإعادة بعض الخدمات المدمرة داخل تعز والتي تكاد تكون شبه منتهية، وبالتالي هناك أمل كبير لدى المواطنين بأن تمثل هذه الخطوة نقلة أخرى باتجاه المضي نحو تفعيل وإحياء مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع كخطوة أيضا ضمن خطوات من أجل أيضا استكمال تحرير تعز، لأن أي خطوة من هذا القبيل هي تظل في النهاية منتقصة وجزئية فقط من المشهد ما لم تنتهي باستكمال تحرير تعز وإنهاء هذه المعاناة من كل الزوايا. طيب أعود للأستاذ معاذ البركاني مدير فرع البنك في المحافظة. أستاذ معاذ، إذا ما تحدثنا عن الإمكانيات المتوفرة الآن لعمل البنك المركزي عن الإمكانات الفنية واللوجستية، هل هي تضمن الاستمرارية في عمل البنك أم ربما نشهد خلال الأيام القادمة تعثر وتوقف لعمل البنك بحجة الإمكانيات؟ لا، بالنسبة للإمكانيات نحن نمتلك الآن سيرفر متكامل فيه يحتوي بجميع بيانات الحسابات لجميع المكاتب الحكومية في تعز مع البنوك، يعني سيرفر مرتبط بالمركز الرئيسي في عدن، سيتم إقفال الإيرادات إليه بصورة طبيعية. الإمكانات متوفرة بكل ما يحتاجه البنك المركزي يمارس عمله بصورة منتظمة وسليمة وصحيحة واستمرار ذلك إن شاء الله عز وجل. طيب أستاذ معاذ، ما هي الموارد الآن والأوعية المالية التي ستعتمدون عليها؟ تعز إيراداتها ما هي لو تضعنا في صورة ذلك؟ طيب الإيرادات، هناك ثلاثة أنواع من الإيرادات: إيرادات مركزية، إيرادات محلية، إيرادات مشتركة. الإيرادات المحلية والمشتركة هذه تصب في جانب المحلية لكل مديرية ومجلس محلي لحسابه، والمشتركة تصب في سلة لحساب المجلس المحلي للمحافظة يعيد توزيعها للمديريات. أما الإيرادات المركزية فهذه هي التي هي نقطة الخلاف أو الجوهر الموضوع بشكل عام. الإيرادات المركزية ما يورد من مكتب الضرائب، ما يورد من مكتب الضرائب على الشركات أو كما يسمى كبار المكلفين، الجمارك، بقية المكاتب السلطة المركزية. هذه تقريبا يعني في الوضع الطبيعي قبل الانقلاب كانت تقريبا في حدود من 7 أو 8 مليار شهريا. يعني كانت محافظة تعز من المحافظات التي الرائدة في عملية التوريد، وكنا نتنافس مع بقية الفروع التي هي مقارنة بتعز. هذا عن أي فترة زمنية تتحدث أستاذ معاذ؟ إلى قبل الانقلاب، إلى ما قبل الانقلاب هكذا هذه المبالغ تقريبا، لكن من بعد الانقلاب هبطت كثيرا. يعني عندنا معلومات في بداية عام 2016 تم يعني تقريبا بحدود 2 مليار تورد الى البنك المركزي، مكتب البنك المركزي في اب. يعني للاسف هذه الفتره كان بحدود 1 مليار ونص الى 2 مليار كانت تورد في البنك المركزي فرع اب او فرع تعز في اب، وكان يستفيد منها الانقلابيين وحرم منها الحكومه الشرعيه. اليوم بعد افتتاح هذا اليوم في تعز باذن الله عز وجل قادر الاستطاعة أن نستفيد من هذه المليارات، لأن معظمها تأتي كانت من الحوبان في مناطق المصانع والضرائب على هذه. لكن ما زالت هذه المناطق خاضعة للميليشيا، ما الذي يضمن أنها تسلم الإيرادات لكم؟ نحن لابد هي أن تورد، يعني المستحق عليها من الضرائب لابد أن يورد إلى حساب الضرائب تعز وليس حساب الضرائب في أي محافظة أخرى.
هناك جهود ستكون باذن الله من المحافظه، البنك المركزي، الماليه، المجلس المحلي للتواصل مع هذه المناطق. طبعا بالاضافه الى ادارات المحافظه على المدينه، هناك ناس وتجار ومشاركات ومؤسسات يعني تنتظر بفارغ الصبر البنك المركزي لكي تورد ما عليها من مستحقات. باذن الله عز وجل يعني اذا اردتم رقم حقيقي او قريب فان مدير مكتب الماليه او مدير عام مكتب الضرائب ممكن نعطيكم مبادئ. طيب استاذ معاذ، بالنسبه لموضوع مهم ايضا يتعلق بحاله التفاؤل الموجوده لدى المواطن في محافظه تعز بافتتاح البنك اليوم، انه ربما هناك توقعات من قبل البعض والتفاؤل بان ازمه الرواتب ستنتهي، هل ستنتهي؟ وهل سيستلم الموظف الحكومي في تعز راتبه نهايه الشهر بشكل سلس يعني مع افتتاح البنك، ام ربما نشهد صعوبات اخرى؟ والله بحسب المعلومات التي لدينا والتواصل والتنسيق مع المركز الرئيسي للعدل ان فتح البنك المركزي سيتم توريد الايرادات بصفه مستمره ويوميه حتى نهايه الشهر، ثم في وقت استحقاق الراتب يتم التواصل معي مع اداره في المركز الرئيسي لكم يعني اذا كان هناك عجز في قضيه السيوله الموجوده معي هنا في البنك المركزي. فهذه ان شاء الله ناقشناها ايضا مع الاستاذ عبد العزيز جباري وسال هل يعني البنك المركزي سيتم توريد من عدن، فهذا في الاخير يعتمد على الحكومه وضغطها والبنك المركزي في عدن الذي هو وعد انه سيتم في حال الافتتاح وتوريد المبالغ والايرادات الحكوميه الى حساب الحكومه عام في عدن واقفالها انه سيستمر او سيدعم في نهاية كل شهر بالعجوزات العجز في سيولة الرواتب الشهرية بتعز. طيب. نحن نأمل أن يكون أن يعني في هذه المرحلة أن يتم أن تصل الإيرادات على الأقل إلى 50% من المستحق الشهري للرواتب بحيث يأتينا الدعم من المركز الرئيسي بالخمسين الآخر، ونأمل أنه خلال سنة أو من 6 أشهر إلى سنة أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي كما كنا سابقا بإذن الله عز وجل. طيب أعود للأستاذ عبد العزيز المجيدي، أستاذ عبد العزيز المجيدي وصفت المشهد ما حدث اليوم في تعز بأنه ربما له علاقة بحالة الطوق لدى المواطن التعزي للدولة ومؤسسات الدولة، ماذا عن الأطراف المحلية داخل المحافظة؟ هي اليوم من تملك القرار والموضوع في طريق تطبيع الحياة داخل المدينة، ليس له علاقة برغبات المواطنين وأمنياتهم، له علاقة بالإرادة الموجودة لدى هذه الأطراف المحلية الحاكمة. إلى أي حد هذه الرغبة حقيقية والإرادة موجودة لدى هذه الأطراف في ظل حالة الانقسام التي تشهدها المدينة؟ بالتأكيد هذه الأطراف ستساهم بشكل أو بآخر في وضع المدينة سواء باتجاه إيجابي أو سلبي. يعني خلال الفترة الماضية شاهدنا الكثير من المماحكات بين مختلف الأطراف وعملية تنافس ليست إلى حد كبير إيجابية، حالة التنافس تقوم على أساس البحث عن فكرة الحصص في المكاتب التنفيذية، تقوم على أساس تكليفات ربما لأشخاص وموظفين يتبعون هذه الجهة أو تلك. كان الهم العام لتعز غائبا إلى حد كبير عن هذه الأطراف، وبالتالي غرق الكثير من هؤلاء الأطراف في حساباتهم الخاصة، وشاهدنا ما شاهدنا خلال الفترات الماضية. خلال الفترة الماضية أيضا هناك جزئية مهمة وهي متعلقة بمسألة تحصيل الإيرادات. خلال الفترة الماضية هناك كثير من الأطراف والأشخاص وأيضا مسؤولين في المحافظة في السلطة المحلية كانوا يقومون بعمليات جباية غير مشروعة، وترتب عن هذه الجبايات مبالغ مالية كبيرة. هناك أحاديث مثلا عن أن أحد الوكلاء ربما في حسابه الخاص بحدود 150 مليون ريال، و طبعا هذا المبلغ فقط بعيدا عن ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، وهناك معلومات كثيرة تتحدث عن أرقام بعشرات ومئات الملايين تم تحصيلها لمصلحة أطراف وأشخاص وقيادات. وبالتالي أعتقد بأن من مسؤولية السلطة المحلية الآن وأيضا حتى بحضور نائب رئيس الوزراء أن تلتزم هذه الأطراف بتوريد ما حصلته خلال الفترة الماضية إلى حساب البنك المركزي، لأنه لم يعد هناك عذر. وأعتقد أن هذه الإيرادات هي تخص المواطنين، لأن كثير من هذه سيقال لك أن هذه الإيرادات أستاذ عبد العزيز تم صرفها على مستحقات أضيفت على المواطنين، وبالتالي طيب. هؤلاء الناس لم يقوموا بعملية التوريد. وكان يفترض أن يكون معنا أحد وكلاء، أن يكون هناك شكل من أشكال التسامح في هذا الجانب، لأنه سيؤسس لمرحلة لاحقة
ستمارس من نفس الأطراف شكل من أشكال الاحتيال من خلال الاستغلال الحالة في عدم وجود مؤسسات دولة راسخة، وبالتالي ستمارس بشكل أو بآخر عملية التحصيل والإيرادات، وبالتالي سنواجه نفس الإشكالية من جانب آخر. يجب أن يكون هناك التزام واضح من كل الأطراف وبشكل شفاف، ويجب أن تعلن هذه الأطراف كم حصلت خلال الفترات الماضية، ويجب أن تورد إذا كان هناك مبالغ صرفت على أنشطة خاصة بالسلطة المحلية، فيجب أن يكشفوا عن هذا الأمر وأن يوضحوا. ونحن نعرف بأنه كان هناك تحركات لمحافظة المحافظة خلال الفترات الماضية استطاع قلب كثير من الأموال إلى المدينة، وكانت هذه الأموال تستخدم من أجل تشغيل المكاتب التنفيذية وأيضا أنشطة السلطة المحلية، لكن هذه السلطة المحلية التي كانت موجودة أيضا وتباشر عملها في تعز كانت تقوم بعمليات جباية غير مشروعة وتحصل الكثير من أموال إلى جيوب خاصة وحسابات خاصة. ونحن نتساءل الآن أين مصير هذه الإيرادات والحسابات، ولماذا هناك شكل من أشكال التواطؤ والصمت، بأنه كما لو كان هناك يعني افتتاح البنك المركزي يجب ما قبله. يعني طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ معاذ البركاني. أستاذ عبد العزيز اسمح لي، أستاذ معاذ البركاني، بالنسبة للإيرادات السابقة التي تم ربما استلامها وجبايتها بطرق معينة، كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ ونقطة أخرى أيضا تتعلق بالصعوبات الماثلة أمام عملكم في البنك المركزي وأمام تطبيع الحياة في تعز بشكل عام، هل حالة الانقسام الحاصلة داخل المدينة فقط هي العائق الآن أم ربما هناك عوائق أخرى؟ بالنسبة لقضية الإيرادات السابقة، هذه أتمنى أن تسألوا أصحاب الاختصاص سواء الوكلاء أو المدراء عموم المالية أو لا، أقصد أنتم في البنك المركزي هل واضعين ذلك في حسبانكم؟ هل يعني أنت لن تتحدث عن 50% أن توفروا 50% من الإيرادات، هل أنتم واضعين حيز لتلك الإيرادات أم ربما أصبحت من الماضي؟ نحن يا أستاذ، نحن أول هام لنا أن نعمل على إغلاق أي حساب حكومي في أي بنك أهلي أو تجاري. بموجب القانون اليمني يمنع على أي جهة حكومية أن تفتح حساب تجاري سواء باسمها أو باسم أشخاص في أي بنك. نحن سنصدر رسائل وتعاين إلى تلك البنوك، سنطالبها أولا بإغلاق أي حساب، ثانيا إغلاق أو تحويل الأرصدة المتبقية إلى حسابات هذه الجهات في البنك المركزي، ثالثا إعطاءنا كشوفة لما من تاريخ فتح الحساب إلى يوم إغلاقه، كيف يعني عملية تتم الصرف. أما قضايا الأخرى هل وكيف ولماذا، هذه اسألوا جهات الاختصاص. طيب بالنسبة للصعوبات وأيضا الضمانات الآن المطلوبة لاستمرار عملكم، أتمنى أن تعاون جميع المكاتب بالسلطة المحلية في المحافظة والجوانب الأمنية والوكلاء يعزز من استمرار البنك المركزي، يدعو البنك المركزي يعمل عمله بشفافية باستقلالية تامة، لا يدخلوا في المحاكاة. لدينا قانون واضح، لدينا لائحة واضحة للبنك المركزي في عملية الإيراد، في عملية الصرف. يعني نتمنى أن إذا كان هناك خلافات، نحن لا نعلم إن كان هناك خلافات أو لا في بين السلطة المحلية، نتمنى أن يكون بينهم شخصيا ولا يدخلوا البنك المركزي فيه. العائق الآخر كما قلت لك الجانب الأمني، لكن هناك ترتيبات أمنية من على المستوى من لحماية البنك واستمرار عمله بصورة سليمة وصحيحة. أشكرك جزيلا أستاذ معاذ البركاني مدير فرع البنك المركزي في تعز على هذه المشاركة معنا في زوايا الحدث. أعود لضيفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز المجيدي، إذن ربما حالة المماحكة الموجودة داخل الأطراف في تعز انتهت الآن ربما مع وجود عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، هل المطلوب أن يظل جباري في تعز حتى تنتهي هذه المشاكل؟ وإلى أي مدى الشرعية قادرة على التغلب على كل الصعوبات الموجودة الآن داخل مدينة تعز وحالة الانقسام الموجودة داخل أو بين الأطراف؟ مطلوب من السلطة الشرعية أن تفعل أدواتها في النشاط الرسمي. ألو؟ أسمعك أستاذ عبد العزيز، تفضل. مطلوب من السلطة الشرعية أن تفعل أدواتها الرسمية في تفعيل مثلا ارتباط الأجهزة العسكرية بهيئة الأركان.
استاذ عبد العزيز، ممكنك تشرب، ممكن تشرب ماء فقط عادي، خذ راحتك. ارتباط الاجهزه الامنيه مثلا، ربط الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه في عدن. من شأن هذه الخطوات ان تساعد على استخدام هذه الادوات في ممارسه السلطه لتمرير القرارات التي تتخذها الحكومه وتلزم كثير من الاطراف التي ربما تريد ان تتلاعب بالوضع القائم، وبالتالي ربما نحصل على وضع الى حد ما قادر على ان يمضي الى الامام ويتحسن كل يوم. في نفس الوقت ايضا الاطراف التي مشغوله بالمماحكات يفترض انها وقعت اتفاقا قبل شهر من الان. هذا الاتفاق كان من جملة ما ينص عليه، وهو بالفعل يعني اتفاق ينطوي على رؤية مثالية إلى حد كبير وتعبر عن تطلعات تعز بشكل عام. من جملة هذه الالتزامات هو سعي جميع الأطراف ودعمهم من أجل تفعيل ودعم وإحياء أنشطة المؤسسات الحكومية والمكاتب التنفيذية داخل المحافظة، وإسناد ودعم الأجهزة الأمنية، وبنفس الوقت أيضا الألوية العسكرية وقيادة المحور، ومع طبعا معالجة الإشكالات الناجمة عن عملية الدمج للمقاومة في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية. أنا مضطر أشكرك أستاذ عبد العزيز، مضطر أشكرك وأشكر لك يعني أنك إصرارك على الإجابة رغم الحالة التي تمر بها الآن ربما، وأتمنى لك تشرب ماء. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، والمعذرة وأيضا الشكر موصول لضيفنا مدير فرع البنك المركزي في تعز معاذ البركاني. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل مهرب المجد. في أمان الله.